نقعد. عندنا شوية دقيق، هو واضح ان الموضوع مهم بس خليه بعد الموضوع. معنا شوية دقيق. الو، معانا شوية دقيق ومعانا بيضتين وبيكنج باودر ولحمة مفرومة، نعمل بيهم ايه؟ اللي هيطلع هو بايظ ولا ايه؟ اللي هيقول اكتر وصفات نطلعها من الكام حاجة دول ابونا هيديله 5 جنيه. لحمة مفرومة، اتفضلي. حواوشي، اصيلة البت دي. ها، ايه تاني؟ بيض باللحمة المفرومة، 2. بيتزا، 3. مكرونة بشاميل. ما قلتش مكرونة غالبا دي الرغبات اللي جوه. ها، عجينة جوه لحمة، حواوشي برضو، ماشي. ها، كيكة، كريب، عيش، عيش عادي، ملك. انت بتقولي حاجة غريبة تقريبا، هي في أكلة جديدة طلعت. نعمل عيش لوحده، انت بتحب، انت صعيدية صح؟ يعني ممكن نطلع من المكونات ديت كام حاجة؟ طلعنا 6 7. انت لسه معانا؟ خلاص خلصت. في العلاقات كده لازم نحدد هو شكل العلاقة بيننا هيبقى عامل ازاي، علشان ممكن انا اكون عاوز من العلاقة دي حاجة وانت تكون عاوز حاجة تانية. في الحالة ديت ايه اللي يحصل؟ العلاقة بتبوظ. لكن لو انا متفق ان انا وانت زمايل، فانا عارف حدودي معاك واصلة لحد فين. اتفقت ان انا وحضرتك اخوات، انا عارف حدود العلاقة معاك لحد فين. اتفقنا ان احنا نكون صحاب، هبقى عارف العلاقة ماشية لحد فين. تمام، احنا معظمنا في جامعة، هتكلم على فترة جامعة، العلاقات اللي جوه المجتمع الجامعي. يعني في ناس ما نعرفهاش خالص صح؟ دولت ليهم ايه عندنا خالص؟ سلام. لا، ممكن ما اعرفوش، ما بسلمش عليه. ما انت ما في حد ما تعرفوش خالص مش هتسلم عليه، بس لازم يكون ليه عندي حاجة اسمها الاحترام. بص، في صوت، تحديد شكل العلاقة ده جزء اساسي من نجاح. لما بنحط شكل للعلاقة ومسمى سليم، العلاقة دي في الغالب هتنجح وتبقى واضحة لينا احنا الاتنين. لو احنا مش متفقين على الشكل دوت، وده اللي بيحصل في فترة الجامعة، ان في علاقات كتير هي بلا ملامح زي ما هتشوفوا دلوقتي. يعني مبدأ مهم خالص في التعامل، اي انسان على وجه الارض هو انسان، دي قيمته. انا لا بحبك علشان شكلك، ولا بحبك عشان انت مسيحي بس، ولا بحبك عشان انت مؤدب، ولا عشان انت بتلبسي لبس كويس. كل الحاجات دي في الاخر ده قرار شخص لحضرتك، انت تعمله ما تعملوش ده بتاعك. لكن انت ليك عندنا ايه؟ احترام. انت ليك قيمة. خلي بالكم، ممكن يكون انسان مخلوق على صورة الله وبيعمل اعمال الشيطان كاملة، دي مشكلته مش مشكلتي. علشان كده هنوصل لمرحلة ان كتاب يقول لك حب عدوك. احبه ازاي؟ حبه كبني ادم، ما تحبش اعماله. الناس اللي كانوا بيقتلونا، الناس اللي كانوا في عصر الاستشهاد، الناس اللي موجودين لحد دلوقتي بتوع داعش، انا احبه كبني ادم، لكن اعماله بالنسبة لي وحشة جدا وما بحبهاش. تمام، يبقى هو ليه عندي ايه؟ هو ليه عندي محبة وليه احترام حتى لو انا معرفوش. في مرحلة اللي بعديها هنقرب خطوة شوية اسمها الزمالة. زميلي، معايا في السكشن، معايا في المحاضرة، معايا في الكنيسة، لينا علاقة بس علاقة خفيفة خالص. تمام، هو ليه عندي ايه برضو؟ نفس الفكرة، ما تزيدش شوية. مساعدة حلوة ديت،
فترة جامعة من اكتر الفترات اللي حضرتك ممكن تبقى فيها مساعد. انت بتفهم مادة كويسة واللي حواليك مش فاهمينها كويس، ساعدهم. حضرتك عندك خط حلو، بتعرف تكتب كويس، بتكتب بسرعة، اكتب صور ودي الناس اللي حواليك او الناس هتصور منك يعني. ده نوع من الخدمة، حد بتشرح له حاجة، ده نوع من الخدمة. وياريت الخدمة تبقى ان بابليك، يعني تبقى للكل. بلاش نلاقي الولاد متحمسين جدا ان هم يشرحوا المادة لمين؟ للبنات. يجي له صاحبه باللي في رجله، معلش عندي 100 ترم. طب ما انت من 5 دقايق كنت بتشرح، مزنوق شوية. تمام؟ الناس اللي بتعمل كده يعني في دفعة صيدلة السنة دي، حد من الولاد كان حد مميز خالص، اتعمل له ممر شرفي واتعمل له تكريم كبير جدا، لان كل الدفعة شافت ان الانسان ده كان فعلا بيخدم الناس كلها بمحبة، والدفعة كلها اجمعت على كده. وفي كل دفعة هتلاقوا فيه كم حد فيه الستايل دوت، حد خدوم، حد بيعرف يشرح كويس. تمام؟ حد بيعرف يساعد الناس. لدرجة ان هو كان بيعرف ان في ناس ممكن تكون محتاجة ويساعدها من غير ما تاخد بالها، يقول له انا جايب لك هدية. فانا خدت بالي ان فلان دوت ما معهوش فلوس كويسة، طب بص هنفطر سوا، الفطار عندي النهاردة. تمام؟ انا بساعد بس بايه؟ بشكل شيك علشان احافظ للي قدامي على كرامته، ما احسوش ان انا بمن عليه او بخدمه يعني. تمام؟ في مرحلة اسمها الصداقة بقى، ده اساس الموضوع بتاعنا النهاردة. كام واحد عنده صديق؟ لا اله الا الله والباقيين؟ ايه؟ مفيش خالص؟ طب تمام. اكبر صداقة بقى لها كام سنة؟ 14. حد يزود؟ 16 سنة. ده من ساعة ما اتولدتي ولا ايه؟ حد يزود؟ مارينا؟ كام؟ 25 سنة. تكسب معانا 5 جنيه؟ ها؟ حد تاني؟ 20. ابونا؟ كام؟ لا ده مش موت وشالح، ده ابونا عايز حاجة و30 سنة ابونا يكسب. انا عندي صداقة بقى لها 28 سنة. تمام؟ عشان كده هكلمكم عن حاجة معاشة. هي الصداقة نقول عليه صديق بعد كام سنة؟ بعد كام موقف؟ 5 دقايق؟ ده انت لو بتدي له حقنة مش هتحدد في 5 دقايق انت عاوز منه ايه يعني. ها؟ الصداقة مصطلح يتقال او مسمى او شرف نديه لحد بعد قد ايه؟ مراحل قد ايه يعني؟ مش بالوقت. كام حد دخل الجامعة وبعد 2 3 قال لك فلانة دي خلاص بقيت صاحبتي؟ اقتلوهم الاتنين دول. هو ينفع بعد كام اسبوع احدد هي دي تنفع تبقى صاحبتي ولا لا؟ تمام. بنات ومش بنتكلم كتير، الجملتين مش راكبين على بعض، في حاجه غلط، في بيج ميستيك هنا. يعني ايه صاحبتك ومش بتتكلمي معاها كتير؟ انت لو واحده غريبه وقاعده جنبها في الميكروباص ممكن تحكي لها قصه حياتها. تمام. هو الصاحب لازم بكتر المقابلات ولا الشخص اللي ممكن ارفع سماعة التليفون؟ انا عاوز احكي لك حاجة مهمة. اتفضل. لا ما احنا دخلنا بقى في مرحلة الصداقة. خلي بالك الاصدقاء بيشتركوا في كل حاجه، يعني هو اكتر حد بتشاركه في الحاجات الحلوه قوي، واكتر حد بتشاركه في المصايب بتاعتك. صح؟ الحد اللي ينفع اقول له النهارده انا صليت، وينفع اروح اقول له انا عملت الخطيه الفلانيه. مش بقول اعتراف، لكن بقول له بالنسبه ان هو حد قريب ليا قوي، يعني انا ما بتكسفش منه.
كلمة صديق لأن هي كلمة غالية قوي، علشان كده بعض الناس اللي بتدرس العلاقات وكده قالك أقل حاجة علشان نقول على حد صديق تبقى 7 سنين. تمام؟ ليه؟ محتاجين في ال7 سنين دولت نتحط في مواقف كتير مع بعض، محتاجين نزعل من بعض، محتاجين ان تتحط في موقف احتياج او هو يتحط في موقف في احتياج. تمام؟ انت بتعضه ولا بتعمل فيه ايه؟ انا شايف بقك في ودنه. دي الصداقة الحقيقية يا جماعة، انك لما تجوع تاكل ودن صاحبك. ليه 7 سنين؟ انا عارف صدقني ان الموضوع مهم. ايه دي 7 سنين ليه؟ لان هي مدة كبيرة، فهنتحط في مواقف كتير، هتحصل عندي حالة وفاة، هتحصل عنده، هنطلع رحلات مع بعض، هنطلع مؤتمرات، هتتحط في موقف تبقى فيه فشلت في حاجة. تمام؟ هتتعرض لصدمة ايا كانت بقى، حياة كاملة. فتيجي تقدر بعد المدة دي تحدد هو ده هينفع ولا لا. اتفضل. برافو عليك. في ناس بعد ال7 سنين ومش هيتقال عليهم اصدقاء. دي القاعدة ولا الاكسبشن؟ ده الاكسبشن. يبقى المشكلة فيك مش ما في حد مش شاطر انه يفهم الناس اللي حواليه. لان احيانا بتبان مواقف قدامنا كتير، بس بدافع ان انا بقول لا ده صاحبي بعدي، وصاحبي وانا جدع وهو محتاج مفيش مشكلة. احكي لكم على درس انا اتعلمته بعد 4 سنين. حد كان صاحبي جدا جدا، كان وصلته بقى لدرجة ان هو مش صاحبي وبس، ده هو كمان قدوتي. حد كده عارفين كل حاجة فيه حلوة، ابن ربنا شاطر، علاقاته الاجتماعية حلوة، كلامه حلو، كل حاجة. تمام؟ واكتشف بعد 4 سنين ان انا بتعامل مع شخص غير اللي انا كنت بتعامل معه خالص خالص، وانه كان بيكذب عليا، وانه كان بيستغلني ويستغل اصحابي عشان ياخد مننا فلوس، وكنا احنا نساعده واحنا مبسوطين. ليه؟ ده صاحبي. تمام؟ فاي موقف يبان قدام عادي، ما بتركز، مش مهم. تمام؟ لكن تكتشف بعد شوية لا، الراجل ده معاه فلوس كتير قوي، والراجل ده هيتجوز، كنا لسه متخرجين من الجامعة يعني، ده احنا لسه ما بدأناش حياتنا. لا، اتاري هو بيجهز حياته من بدري وبيحوش فلوس كتير وبيخش جمعيات وي وكان بيستخدمنا كلنا مجرد ادوات. كان درس؟ هو مش درس، هو ألم على القفا. تمام؟ بس معلم يعني. ليه؟ لان في حاجة مهمة قوي في الصداقة. حد فيكم في طب؟ حد بيقرأ عن التشريح، بيقرأ عن الطب؟ منورين. من ضمن الحاجات بتاعت الطب الشرعي بيعرفوا مدى العلاقة ما بين الشخص القتيل والقاتل بمدى قوة الطعنة. يعني ايه؟ لو حد قريب منه الطعنة تبقى داخلة لجوه قوي، لو حد من بعيد وحصلت مقاومة هيتبقى فيه جروح سطحية كتير، وممكن بعد كده يبقى فيه طعنة، يبقى كان فيه مقاومة وبعد كده حصل الضربة دي. مشكلة الصداقة زي ما في ليها حاجات حلوة كتير هنتكلم عنها، في خسائر ليها. الخسارة الأكبر السبيس، المسافة. علشان كده هو أكتر حد أنت قريب ليه، أكتر حد ممكن تحكي له أسرارك، فلو طلع في الآخر أن تقييمك غلط وأن ده مش الصديق وأن ده مش الحد القريب ليا، إيه اللي يحصل؟ الخسائر بتبقى كبيرة وكبيرة جدا. يعني أنا بعد الأزمة اللي مريت بيها ديت، لا قعدت فترة مصدوم، ايه ده؟ اذا كان ده احسن حد انا بتعامل معاه طلع كده، امال الباقيين هيطلعوا ازاي؟ طلع ان دي مقارنه غلط. كل واحد انت بتقابله في الحياه ليه ستايل لوحده، وليه معامله لوحدها، وليه تقييم لوحده. مفيش حاجه اسمها اللي اتلسع من الشوربه ينفخ في الزبادي، ده واحد احول اللي بيعمل كده. اللي اتلسع في الشوربه ينفخ فين؟ في الشوربه. ايه ذنب الزبادي؟ ملوش ذنب. تمام؟ فلو انت اتعاملت مع حد وحش المره الجايه، لا مش لازم احط ان هو وحش. الرجالة كلهم خاينين، كلهم محمود ابو حجر ولا طارق ابو حجر ولا ليه؟ الستات كلهم وحشين، لا مين؟ او الستات كلهم نكاديين يا ابني. ما تستنى، دي معلومة هنعرفها بعدين، بس ما تستعجلش. تمام؟ ما تستعجلوش يعني. تمام؟
فمن اكبر خسائر الصداقة، عشان كده مش اي حد، مش اي حد هنقول عليه صديق. احنا ممكن اسمع حد نقعد معاه سنين طويلة بس في الاخر مش هياخد التايتل ده، مش هياخد اللقب ده، مش هياخد العلاقة دي. ليه؟ لان انت حد بتقربه منك قوي. فخلي بالكم من اكتر الحاجات اللي بتخرب البيوت، انت حضرتك عندك صاحبتك الانتيم، فبتيجي تحكي لها تفاصيل مشكلة بينك وبين جوزك، او انتوا في سنكم بتحكوا مشكلة حاصلة في البيت، تمام؟ صاحبك دوت عنده صاحبه الانتيم، فقعد معاه حصل ايه؟ حكى له الموضوع. التاني ده عنده صاحبه الانتيم، انا ما كنتش بحكي للناس اللي باقية دي كلها، انا كنت بحكي لمين؟ علشان كده مبدأ مهم خالص في الصداقة، صديقي اللي انا واثق ان هو صديقي ينفع احكي له كل اسرار حياتي؟ ها؟ طب كم واحد بيحكي؟ او كم واحد موافق؟ البنات بتحكي يعني مبهدلة الدنيا، خلاص عرفنا. بصوا يا جماعة، صاحب الانتيم اللي معايا من 28 سنة في حاجات ما ينفعش تتحكي له. ليه؟ برافو عليك. في حاجة اسمها اسرار بيتي، سواء كانت علاقتي بابويا، علاقتي بامي، علاقتي باخواتي، بعد شوية علاقة بشريكة حياتك. انا بشتغل في خدمة اسمها خدمة المشورة الاسرية، فبيجي لنا الناس اللي هم لا اما هيتجوزوا او اللي هيتطلقوا، وفي الغالب الاتنين بيتطلقوا، فما تستعجلوش، تمام؟ من اكبر المشاكل اللي بتواجهنا ايه؟ ما الكويسين ما بيجوش عندنا. ان بيجي حد بيحكي لصاحبه تفاصيل وحاجات دقيقة جدا في علاقته بمراته، تمام؟ ويقول لصاحبه ده تعالى خش صالحنا. صاحبي ده اقرب من اخويا، تمام؟ فانا حكيت له وبقى عارف التفاصيل وبقى على اتصال مباشر بمين؟ بمراتي. فهو عشان برا الحدوتة ما عندوش الاسترس اللي موجود عندي، فبدأ يعمل ايه؟ يسمع كويس، يعلق كويس، يطبطب كويس. فبعد شوية ايه اللي يحصل؟ يحصل ميل تجاه الشخص دوت. وفي بنات شاطرة خالص عملت الحدوتة ديت، ندخلت صاحبتها الانتيم في الحدوتة بينها وبين جوزها. البداية كانت ممتازة، كانت اكتر من رائعة. بعد شوية الخسائر ملهاش حدود، بيوت كاملة بتتكسر. مادة مهم كمان في العلاقات، انا وابويا اتخانقنا وانا شتمته وهو شتمني، تمام؟ ينفع ان انا اروح احكي الموضوع دوت لحد من غير ما ابويا يكون موافق على المشاركة ديت؟ ده جزء يخص هو، جزء هو قدم فيه اهانة وجزء هو اتهان فيه، هو مش عاوز يحكي الموضوع دوت، ده حقه. علشان كده لما تيجي تحكي، لما تيجي تحكي وحد انت واثق فيه، لازم تعرف ايه اللي يتقال وايه اللي ما يتقالش. في ناس كتير طلعت ضعفاتها وطلعت ادق تفاصيل حياتها لحد، وبعد فترة حصل خلاف ما بينهم، يحصل ايه؟ يمسك الحاجات ديت ويحطها لك على الميديا، يمسك الحاجات ديت ويوصلها لحد من صحابك. الخسائر عاملة ازاي؟ كبيرة جدا. علشان كده لما هنيجي نحكي والحد اللي احنا بنثق فيه جدا، اللي مرينا مع بعض مواقف كتيرة جدا، هنبقى عارفين ايه اللي هيتحكي وايه اللي ما يتحكيش. في ناس من حقها ان الكلام ده ما يتقالش عليها. تخيلوا ابونا لو حد مراته مثلا جت قالت له يا ابونا ايه؟ ممكن تحكي لي شوية عن تعرفات النهاردة؟ انا قاعدة زهقانة، سليني. فابونا يقول لها عندك حق، الواحد شايل ومعبي، فبدل ما يجي لي جلطه ولا سكر ولا ضغط احكي لك انت. ده من حقه. ليه؟ لما انا حكيت للشخص ده انا كنت بحكي لدوت بس. اللقطه اللي جايه، صاحبتي الانتيم من حقي امسك الموبايل بتاعها وافتح المسجات واقرا الرسائل اللي بينها وبين الباقيين؟
بصوا في ناس لما اسال تحط دماغها تحت دي معناها ان هي بتعمل كده، تمام؟ ينفع؟ ليه ما ينفعش؟ احنا اصحاب. حاجة من الاداب العامة. طب جوزي؟ دول جاهزين للطلاق يعني، دول كده جاهزوا. طيب هو صاحبه بيكلمه وبيحكي له حاجة خاصة بيه، من حقك ان انت تخش تشوفيها؟ ها؟ صاحبتها دي مراتك بقى، صاحبتها بتحكي لها حاجة خاصة بيها، ينفع ان انت تخش تقرا المسج بتاعها؟ بصوا يا جماعة اسمعوا بس، لازم تحددوا شكل العلاقة عاملة ازاي وحدودنا مع بعض فين، لان احيانا الملامح بتتوه. هو مش من حق حد ان يخش علي الحمام، صح؟ اكيد والله شكلك في تقول يوم متطمنة قوي. احنا بدأنا نكسر حاجات كتير هي اصلا مش من حقنا. انا ثقتي في مراتي اكبر بكتير من ان انا امسك المسجات بتاعتها واقراها. هي هو ده اللي هيبين مراتي ست كويسة ولا لا؟ ما هي لو فعلا ست مش كويسة تخلص المسج وتعمل ايه؟ شاطرين، ايه ده؟ ده جاهزي. واضح واضح ان في اجماع كبير على الموضوع ده. يبقى في حتة، حتى لو احنا اصحاب قوي، في حتة الخصوصية. بشوف شوية حاجات كده منتشرة على الفيس الايام ديت، صاحبتي وما ينفعش حد تاني يقرب لها، ده نوع من ايه؟ ملكية. طب هي الصداقة فيها ملكية؟ الجواز فيه ملكية؟ كاتك اوان تو هي. في الجواز احنا اسمنا شركة، شريك الحياة، مش بملكه ولا هو بيملكني. الحاجة الوحيدة اللي بيبقى ليه سلطان عليا فيها هو جسدي، مش من حقي اقدم جسدي لحد علامة حب غير ليها هي، مش من حقها تقدم جسدها لحد الا ليا، لان بيبقى فيه ارتباط مقدس من خلال سر مقدس. لكن هي مش من ضمن ممتلكاتي، ممتلكاتي ديت يعني انا ممكن امسك الموبايل ادبه في الارض اكسره، بتاعي ملكي. لكن ابني، مراتي، اخواتي، الناس صحابنا، دولت مش من ضمن ممتلكاتنا. فبعد اذنكم ما تحطوش في دماغكم كلمة لا هو لازم يكون قريب ليا انا بس. مين قال كده؟ تخرجنا وكل واحد فينا في مكان، انت ليه ما بتعديش عليا كل يوم؟ ليه ما تقابلش كل يوم؟ لان ظروفنا ما بقتش تسمح. بس وقت ما هنتفق ان شاء الله بعد 30 سنة ونتجمع، بنتجمع، تمام؟ بتحصل؟ بتحصل. بتحتاج جهاد؟ جهاد سنين، تمام؟ في الصداقة اهم بند فيها حاجة اسمها الصدق. يعني ايه؟ حد صادق جدا معاك، مش مصطنع، مش بيعمل شكل قدامك، مش بيغير طبقة صوته. احنا عندنا بنات بتتكلم بطبقة صوت المعيز، عارفينها؟ اللي هي تلاقيها ايه 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 دي؟ انا كيوت. لا انت مش كيوت يا حبيبتي، انت عندك مشكلة في الاحبال الصوتية لازم تتعالج، تمام؟ وتلاقي حد في الجامعة بالذات هو بياخد مصروف 10 جنيه 20 جنيه، يلا يا جماعة عاوزين نروح ناكل، نقي اضخم فندق يا معلم هنفطر فيه. يا ابني انا عارف اللي معاك 10 جنيه، هنفطر في احسن حتة ما يمنيش، تمام؟ ده بيعمل ايه؟ بيبان بصورة مش حقيقية. صاحبك الحقيقي مش بيتمنظر عليك ولا بيبان بصورة من صورته. ما ينفعش اقول على حد ان هو صاحبي، تمام، وهو مش حقيقي. احنا بنعاني الايام ديت بشدة ان معظم الناس بقت مصطنعة مش حقيقية. خلي بالكم
جمال المسيحية وجمال المسيح انه كان على طبيعته، انه ما كانش بيتلون، ما كانش بيقول كلام المفروض ان ده يتقال، او ان هو ما يكونش حقاني. قولوا الحق، انا امكانياتي كده، انا ابويا بيشتغل عامل نظافة، انا والدتي بتشتغل دادة في الكنيسة، لو انت ما قبلتنيش كده بلاش علاقة خالص. لكن اتصنع علشان انور رضا سيادتك، العلاقات اللي مش حقيقية لازم تقع. لازم. الصديق من اجمل صفاته انه حد شايفني في كل اوضاعي وعارف حقيقتي كاملة وبيحبني وبدون سبب، مش مستني من ورايا حاجة. في حب اتعلمناه من ربنا اسمه الحب الغير مشروط، كام واحد يعرفه؟ لا بطايقكم. كام واحد يعرف الحب غير المشروط؟ فهموا؟ انت فهموا؟ مش هنقض عليك، متقلقش. ايه المقابل اللي خده ربنا؟ ولا حاجة. اب وام بيخلفوا حضرتك، حضرتك رجعت لهم ايه؟ لا لا بالعكس، جبت لهم الضغط والسكر وفلوس ومشاكل، وبيفضلوا شايلين الهم حتى بعد ما بنتجوز ونخلف، تلاقيهم برضو هم شايلين مسؤوليتك. ايه العائد اللي رجع لهم؟ ولا حاجة. هو بيطلع حب مش مستني من وراه حاجة. لو صاحبك ما بيقدمش ده يبقى ده لسه ما وصلناش لمرحلة الصحبية. يتقال عن داود ويوناثان اجمل علاقة صداقة في الكتاب، يقول لك واحب داود يوناثان كنفسه. عارفين داود ويوناثان؟ مين يوناثان؟ ابن شاول. يعني المفروض داود كان هيحصل له ايه بعد ما شاول يموت؟ ياخد الملك. لما داود يجي وياخد الملك مكانه ايه اللي يحصل؟ يبقى المفروض يوناثان يحب داود ولا يكرهه؟ يكرهه. ده جاي ياخد مكاني، ده جاي ياخد الملك مكاني. فداود من كتر ما هو حد حلو قوي ويوناثان ده حد حلو قوي، حبه جدا، يقول لك حبه زي نفسه. لا ده هو حبه اكتر من نفسه. قال له انا اكون مبسوط لما انت تكون ملك. طب وانا يعني انت بالنسبه لك هيحصل ايه؟ ما اعرفش، مش مهم. علشان كده انا اعرف صاحبي منين؟ من نظره الفرح في عينيه لما يشوفني ناجح. لما تكون بتعمل حاجه حلوه، بتقدم فقره في الاجتماع، هتلاقيه قاعد ومبسوط، حتى لو انت ما بتقولش حاجه خالص هتلاقيه عامل لك كده، هو فرحان بيك. ليه؟ مبسوط، بيشجعك. علشان كده ندي تكاية صغيرة. لو في شلتنا مسميين فلان دوت الطويل، وفلان الاهبل، وفلان التخين، وفلان اللي مش عارف الفزلوك، ومسميين كل واحد بلقب، ده اسمه ايه؟ اللي ده نوع من انواع التنمر، نوع من انواع الاساءة. بس انا عشان بحبكم ومش عاوز ابعد عنكم وما عنديش استعداد ان انا اكون شلة تاني دلوقتي، هعمل ايه؟ بقبل الاهانة. علشان كده بعد اذنكم، مش من حقك خالص تهين اي انسان في الدنيا بكلمة او بلفظ او بتعليق. واحدة ممثلة ولبست عريان، يخصك في ايه؟ ما يخصكش. لو ما دخلتش كتبت كومنت وايه قلة الادب دي، وقت دي ملهاش راجل، وقت دي مش عارف ايه، انت كده بقيت حامي حمى البشرية خالص. محدش مستني رأيك على فكرة، تمام؟ بس هتتعلم بعد كده درس حلو خالص اسمه عدم الادانة. كان في اب راهب كده كل ما نروح خلوة يعلمنا درس حلو قوي، يقولك ايه؟ انا مالي، خليني في حالي. كل ما يجي لك فكر ادانة لحد، انت مالك؟ فلان لابس كويس، فلان بيشرب سجاير، فلان بيشرب مخدرات، فلان بتكلم عياء، انت مالك؟ مش بتاعتك، تمام؟ فتوصل لبعد شوية المرحلة اسمها عدم الادانة. انا مش ربنا عشان ادين حد، انا الوحيد اللي ينفع امسكه واسلخه فعلا هو انا. انا عارف ان نظرتي امبارح كانت مش كويسة، عارف ان انا من جوه ما كنتش فرحان بنجاح فلان، عارف ان انا في الموقف الفلاني كنت ممكن اتصرف احسن من كده. يبقى الوحيد اللي تعرف تدينه كويس خالص
ومن تاخد حقك معاه وإدانتك هتجيب نتيجة، هو لما حضرتك تقعد تقول لنفسك مش من حقك تعمل كده، مش من حق أقول اللفظ الفلان، لحد ما توصل لمرحلة ان انت بتحاسب الفكر قبل ما بيطلع، قبل ما يتحول لكلام، قبل ما يتحول لتصرف. الرأي الشخصي اولا لما يطلب منك، تاني حاجة تقوله بهدف البنيان، مش ان انا ايه انا بهدلته قدام الناس استفدت ايه. فعلا بتحبه وهو صاحبك، تعالى بينك وبينه بص ما كانش صح اللي انت عملته ده، انت كنت تعمل احسن من كده، انا هدفي ان انت تطلع قدام الناس حلو. الكلام ده ساعتها يحصل ايه؟ يتسمع. لكن انا جيت قدام الناس ايه القرف اللي انت لابسه ده؟ كان معانا واحد صاحبنا نشكر الله هو كتلة من اليأس ماشي على رجليه، كتلة، عارفين اللي هو ايه؟ صباح الخير، ويجي منين الخير ما كله رايح. ايه يا ريس ايه تجيب طعم كويس يا دي الوان، وتلاقيه هو جايب نفس الالوان دي بعد شويه. طب ايه؟ لا 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 آه انا هعمل المشروع الفلاني، ما يمكن يفشل. طب ايه نجيب صباره وندفن نفسينا واموت نفسي؟ هو دايما عنده الكونسبت ده. عشان كده اقول لكم على حاجه، ده حد من ضمن الشله الصغيره بتاعتنا، بس بعد فتره لما لقيت ان هو ثابت على الوضع دوت لازم اعمل ايه؟ ارجع 3 4 خطوات لورا، مش ده اللي هرفع سماعه التليفون واخد رايه في موضوع، لان اي راي او اي موضوع هكلمه فيها يعمل ايه؟ يطلع لي النقطه السوداء. اللي زي ده حلو في ايه بقى؟ في دراسات الجدوى، لما بيكونوا بيعملوا مشروع وعاوزين يعرفوا هو هيخسر ازاي او ايه الخسائر اللي ممكن تحصل له، يقوموا جايبين النوعيه دي. ايه فلان احنا عاوزين نعمل البراند الفلاني، ما ممكن الاقتصاد العالمي يقع تمام، وممكن كورونا تقعد الناس في البيت ماشي، وممكن ينزل منافس، وممكن مش عارف ايه، وممكن سعره يبقى غالي، بس شكرا خدنا المعلومات ديت فيستفيدوا منه. لكن على مستوى العلاقات لا، خلي بالكو ده ما ينفعش يبقى قريب قوي. مين دوت؟ ممكن يكون حد من البيت، يعني ممكن يكون عندي حد في البيت يكون هو في نقطة الضعف ديت، دوري ان انا احترمه واقدره، لكن ما اخدش كلامه وحطه جوايا. اقول لكم على احصائيه، تلت الناس اللي مرت بازمه كورونا اتصابت بامراض نفسيه، تلت، يعني كل ثلاثه عدوا بالازمه ديت في واحد فيهم طلع عنده مشكله، خوفه زاد، اضطرابه زاد، قلقه زاد، بقي وسواس زياده على اللزوم، حاجات كده حصلت يعني، لدرجه ان عندنا بقت في حالات مرضيه بتيجي تتعالج. كان عندنا واحده دكتوره في الجامعه، بس دي كانت قبل كورونا يعني، كانت بتستخدم في اليوم 7 صابونات عشان تغسل ايديها، هي وبتغسل ايديها. فتقول ايه ده؟ ما ممكن تكون الحنفيه موسخه، فتغسل الحنفيه. طب غسلت الحنفيه، ما اكيد الحوض موسخ، تقوم غاسله الحوض. طب ما انا اكيد ايديا وسخت، فتغسل ايديها تاني. طب اكيد وانا بعمل كده تمام الارض اتوسخت، فتقوم غاسله الارض، لحد ما جت في الاخر تتعالج ان هي ايديها اتهرت، الجلد ده اتاكل تمام. علشان كده لما بحط كل واحد في المكان بتاعه، اصل احنا عندنا كمان ايه، ان ينفع يكون ابونا صديقي في جزئيه قد كده، وينفع المس الفلانيه تكون صديقتي في حته قد كده تمام، وينفع اخويا في البيت في حته قد كده، وبابا في حته قد كده، ماما حته اكبر شويه تمام. وابدا احدد كل واحد شكل العلاقه بيني وما بينه ازاي. عاوز اسالكم على سؤال، في مصطلح اسمه جيرل فريند وبوي فريند، ايه ده؟ ده يتحط تحت انهي تايتل؟ صداقه اكبر سنة، يعني وصل لحد فين؟ ارتباط. طيب انا مش هتجوز دلوقتي، اسمعوا بس عشان تعرفوا الحواديت بتيجي فين. خلي بالكم مفيش حد جيبه مصيبة بدأت بمصيبة، مفيش حد جيب مرض كبير جدا غير ما البداية كانت بحاجة قد كده، دي قاعدة عامة. عندي ولد وبنت كانوا في نفس الكلية، انا مرتاح لها جدا وهي مرتاحة، طبعا الكلام ده عرفته بعدين يعني،
حد رائع، حد بنت ربنا وهو ولد خادم والدنيا تمام. بصي هبعت لك المحاضرة بتاعت النهاردة، تمام؟ هبعت لك السكشن اللي انت ما حضرتوش، تمام؟ بدأ يبقى فيه تواصل. ايه رأيك نصلي مع بعض كل يوم الساعة 9 بالليل؟ نفتح جزء من الإنجيل هنقراه سوا، وانت تكتبي تعليقك وانا اكتب تعليق. ايه رأيكم في حاجة زي كده؟ الدموع هتنزل والجناحات هتطلع. البداية حلوة؟ حلوة جدا. بدأت ان الساعة 9 توصل 9:30، نخلص الساعة 10. طب اسيبك دلوقتي عشان تذاكري. طب انا لا، شكلك النهاردة متضايق. في دخلة حلوة قوي لكل الولاد بيعملوها في البنات. انت شكلك النهاردة متضايق، ونشكر الله البنات دايما متضايقة. وكأنك يا معلم فتحت الايه؟ الحنفيه بقى، دي 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 دي. عياط 3 ساعات. وبعد كده اصل صاحبتي قالت لي انت النهارده تخنتي شويه. فطبعا دي من اكبر الازمات اللي ممكن تحصل. الكلام جاب كلام والمسافات طولت. بينا نخلص الساعه 1، الساعه 2 بدانا نبدا كلام من الساعه 1 بالليل، نخلص الساعه 6 الصبح، او نطلع على الكليه سوا، او نطلع على القداس سوا وبعد كده نطلع على الكليه. في الاخر خالص احنا جايين الكنيسة بمصيبة، بمصيبة كبيرة. ليه؟ ما حطيناش شكل للعلاقة. عشان كده عاوز اسألكوا سؤال، هو في صداقة بين ولد وبنت؟ اه، في واحدة فتحت المطوة ورا وايه؟ بس اياك تقول حاجة غير كده هغض يعني. ها، طب اقول لكم شويه حاجات وتقولوا لي دي تنفع ولا لا. صاحبي الانتيم وقع في مره على رجله، هو راجل مهندس فبيعمل ديكور بتاع شقق وفيلا وحاجات كده، ففي مره اتشنكل وقع. فرحنا عند الدكتور، فالدكتور اول ما دخلنا قال بعد اذن يعني بعد اذنكم قلعوا البنطلون، تمام؟ صاحبتي الانتيم حصل معاها نفس الموقف ده، هنروح عند الدكتور. حقي ينفع؟ ليه؟ What is the difference؟ في فرق؟ طب تمام. لو انا جيت النهاردة وبتكلم مع صاحبي واقول له انا بصيت بصة وحشة، محتاج ان انا اشرح له؟ ليه؟ عشان هو قاعد جنبي كان بيبص. هو ولد فاهم يعني بقول ايه، نفس التكوين، نفس الجيناتيك، نفس الميول، تمام؟ فمش محتاج شرح. لا يا عم، احنا وصلنا بقى ان احنا عرفنا نتكلم في الكلام ده مع بعض. في مرة كنت بتكلم على نقطة ايه، ربنا مدي الستات نعمة كده كل شهر ان هي ممكن تكون ام، ولو ده ما حصلش كل دوت ينزل وندي فرصة للشهر اللي بعده. مشاركة المرأة لله في خلق إنسان، قدس أقداس، اللي بسبب الخطية وبسبب الفكر اللي مش مسيحي تحولت إلى حاجة سلبية جامدة جدا عند البنات، وإن دي حاجة وحشة وإن دي حاجة متعبة. ده لا خالص، دي أنت بتشاركي ربنا في حاجة غالية قوي، فلازم تبصلها البصة المقدسة دي، إن دي وزنة. أنت ربنا مديلك نعمة، حاجة سبيشيال ما اديهاش للرجالة، اديها ليك أنت بس، تمام؟ هل انت هينفع تيجي وتحكي لفلان اللي انت معتبراه صاحبك الكلام دوت؟ مش هيفهم. انا راجل صيدلي اقدر اقول لك اه الموضوع ده متعب جدا، واقدر اقول لك اه الموضوع ده مؤلم جدا، بس انا عمري ما جربته، ما عشتوش، تمام؟ يبقى من اهم النقط ان يبقى في فكر واحد، في ميول واحده. من ضمن الحاجات اللي تاهت في النص وعملت لنا كلاكيع كتير، ان قلنا ان هينفع صداقة بين الولد والبنت. طب ينفع يكون في حاجة اعلى من كده؟ اه، في حاجة اسمها اخوة. ينفع ان فلانة دي تبقى اختي؟ اه ينفع. وهنا هرجع احط المقاييس في دماغي، اختي بتتعامل معها ازاي؟ انت لو قلت لها صباح الخير من غير ما تديها على قفاها ده بيبقى انجاز، صح؟
تمام؟ خلي بالكم لما يكون اخوك بيحبك هيضربك على قفاك. دي أزمة عند الرجالة لما بيشوفوا أي قفا قدامهم. طيب أختي أنا بتعامل معها إزاي؟ ليها ليميت. لا 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 نتكلم جد. أختي أنا بتعامل معها إزاي؟ كل حاجة ليها حدود. علاقة بيور مش مستني من وراها حاجة. لكن احنا هنبدأ ونقول أصل احنا دلوقتي في مرحلة جامعة وبدأ يبقى فيه بوي فريند وجيرل فريند. بوي فريند وجيرل فريند دي حاجة كده المفروض زي خطيب وخطيبة. هدفها الوحيد يبقى الجواز. حضرتك ناوي تتجوز دلوقتي؟ لا. عندك الإمكانية؟ عندي الإمكانية المادية. الموضوع مش إمكانيات مادية بس. يعني حتى لو دي موجودة ده مش الأساس بتاع العلاقة. احنا بنجهز بني آدم علشان هيبقى مسؤول عن بيت. ففي مسؤولية نفسية، في مسؤولية جسدية، في مسؤولية مادية، في مسؤولية اجتماعية، حدوتة كبيرة. عندنا بنات متجوزين صغيرين بسميهم عيال شايلين عيال. هي لسه ما شبعتش من الدنيا، هي ما اتفسحتش، هي ما خرجتش. فجأة اقول لها تعالي بعد اذنك تبقي انت مسؤولة عن ام، انا عندي ام بتغير من بنتها الصغيرة. بأمانة كانت لسه من كام يوم، فبقول لها ايه ده وايه القمر اللي انت جايباه دوت. فجوزها بقى شايل البنت وفرحان قوي. قالت لي اتكلم معايا. انا قلت في مصيبه يعني. فبقول لها ايه في ايه؟ قالت لي من ساعه ما جت وهو اتغير معايا. فكان في بوست انا قريه قبليها بكام يوم. قلت لها طب شوفيها هي بتعمل ايه واعملي زيها. بتلبس بامبرز، بتقشط على وشه، بتصحيه من النوم، يعني طالما الحاجات دي بتجيب معاه اعملي زيها. قالت لي تفتكر؟ قلت لها ان شاء الله. بعد اذنكم احنا داخلين مرحلة جامعة عشان عاوزين منها حاجة. اللي هي ايه؟ خطوة هنمشيها في طريق، يعني لسه طريق حياتنا ده طريق طويل. ففي خطوة هنعملها علشان بعدها هنبقى جاهزين للخطوة اللي بعدها. دي بس مش حتة داود ويوناثان كمان، احنا بنتكلم في الطبيعة اللي ربنا مديها لنا. اللي بيحصل في فترة جامعة هو نوع من عدم تحديد العلاقات وبندي مسميات بتضيع الدنيا خالص بعد كده. انا بشوف ناس في جامعة بيعاملوا بعض مش معاملة المخطوبين، معاملة المتجوزين. عشان كده هقول قاعدة مهمة جدا. اللي بيحدد المساحة اللي هنتحرك فيها رقم واحد البنت. تاني اللي بيحدد المساحة اللي هنتحرك فيها خلال تعاملاتنا مع بعض انتي لما بتكوني في الميكروباص او في المواصلات وحد بيجي يكسر يزق عليكي، انتي الوحيدة اللي ينفع تعملي كده. لو انتي سكتي بتوصلي رسالة معناها ايه؟ جو اهيد، استمر. بهزر معاكي وقلتلك كلمة مش كويسة وما لقيتش رد فعل، ايه اللي يحصل؟ المرة اللي بعديها هيبقى كلمة اصعب، المره اللي بعديها يبقى طلب اكبر. عندي بنوته من بناتي في الكنيسه، ابن يعني حد قريبها وكان هيتقدم لها، فجت في يوم قالت لي انكل الموضوع وقف. قلت لها ليه؟ ايه اللي حصل؟ قالت لي امبارح طلب مني طلب مش كويس. قلت لها ايه اللي حصل؟ قالت لي احنا بنتكلم مع بعض على الشات، قال لي عاوز اشوفك باللبس الفلاني، لبس ما ينفعش ان هي حد يشوفها بيه يعني. قالت له انت شايفني انا كده؟ يعني العلاقه دي انتهت دلوقتي. اعتذر مرة واثنين وعشرة وهي محددة لا انا امتي اعلى من كده. تمام؟ البنت ديت الولد ده اعتذر بقى وجاب اهله اعتذر والموضوع كبر وبقيت حدوته وبعد كده الموضوع ماشي. بس من ساعتها لحد دلوقتي هو عامل ايه؟ حطيتها فوق دماغه. لان هي عرفت تحط حدود كويسة. اوعوا تخلوا ضغط الدراسة وضغط الامتحانات وضغط الظروف المادية اللي احنا فيها يخلي المنفذ بتاعنا ان احنا نمشي في سكة نقرب لبعض، ننفصل عن المجموعة بتاعتنا ونقول اصل احنا بينا صحاب. لا، كلمة صحاب دي لما بتتقال دي كلمة كبيرة قوي. حتى لو هنقولها على حد، يعني بعد ما تتجوز ان شاء الله تخلي مراتك دي صاحبتك، ده جزء من الحاجات الحلوة في الجواز. تمام؟ جوزك ده هيبقى صاحبك.
في وقت من الاوقات بتعتبريه ابنك، في وقت تاني بتعتبريه ابوكي، الاساس ان هو جوزك. عندنا علاقات مشوهه في ايه؟ تلاقوا دايما واحد يقول لمراته يا ماما وهي تقول له يا بابا. دي ينفع تتقال مره، تتقال مرتين، لكن في ناس حاطه في دماغها ان ده مكان بابا وان دي مكان ماما، فهي اللي بتاكله وتشربه وتحميه وكل حاجه. تمام؟ لا، الموضوع مش كده. احنا اللقطات بنعرف نحدد امتى هنعمل ايه. ده سر نجاح الناس المميزه في الحياه. عاوزين تبقوا مميزين في علاقاتكم، حددوا شكل العلاقات كويس. علاقه لقيتها بدات تاخد حيز كبير وبتاخد اكبر من وقتها، دي اسمها ايه؟ بنتكلم بالساعات، اتكلمنا على السرافيم والشيروبيم وخلصنا، وبعدين دخلنا في حاجات شخصيه، وبعدين الحدوته عماله تنزل لتحت لتحت لتحت، خسايرها ايه بعد كده ما نعرفش. ومحدش فينا كبير على الخطيه، كهنه، خدام، اساقفه، ناس عظمه كبير جدا، كانت البدايه حاجه صغيره وصلت في الاخر لحاجه كبيره. اوعى تفتكر ان في حد قوي، راجل متجوز وبقالي كام سنه ليا حدود، حد بيكلمني بالليل انكل عاوز احكي لك مشكله الصبح، هي خلاص يعني مشكله بقالها سنين هتتحل دلوقتي؟ لا، انا متفق مع مراتي بعد الساعه 11 لا مسجات ولا كلام مع حد، احنا قاعدين في البيت هنصلي هننام هنقعد هنهزر، ده الوقت بتاعنا لينا ليميت. تمام؟ حد اوفر قوي في الكلام استوب. تمام؟ باكد على النقطه ديت علشان مرحله شباب هي اكتر مرحله الشيطان بيعرف يخش فيها، وبداياته دايما حلوه جدا جدا، يبدا بدايه زي الفل، لكن فجاه لقيت نفسك الدايركشن بتاعك بدا يتغير، اعرف ان في حاجه غلط هتحصل، فانت اللي تعمل ستوب، انت اللي تعملي ستوب. لا، مش من حقي. بنتبسط قوي بكلمه بحبك وبعدين ايه الخطوه اللي جايه؟ تتعرفوا ان الخطوبه عندنا في الكنيسه هي مجرد مرحله بندرس فيها بعض، لكن مش حاجه اساسيه، لان في ناس وهي داخله الكنيسه الموضوع واقف. طب لو انا كنت مقدم تنازلات مين يدفع الثمن؟ حضرتك. مشاعركم دي حاجه غاليه جدا، فلما هقدمها لحد سواء كان على مستوى صداقه لازم حد يكون مصدر ثقه، فاديله سنه واثنين وثلاثه واربعه لحد ما في الاخر تقول عليه صديقي صاحبي حد اللي انا يعني انا عندي حد كده من صحابي لو انا وقعت في اي مشكله من غير ما افكر هكلمه قبل ما اكلم اخويا. ليه؟ انا عارفه واد جدع ويعرف يتصرف وي 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 وهيعرف يلم الدنيا. تمام؟ في حد كده هعرف اكلمه وانا متضايق، في حد بيفهمني كويس جدا لما نقعد. انا عندي واحد من صحابي لو انا بقول الو مالك اقول له ما فيش، لا مالك، لا لسه صاحي من النوم، انجز في ايه؟ اقول لا خناقه في الشغل كده وان شاء الله تعدي يعني، فقول لا خلاص ماشي. هو ما عرفش تفاصيل حاجه، بس مجرد احساس ان في حد سبورت جنبي بالمنظر ده بيديني من جوه نوع من الامان. خلي بالكم في مرحله قبل الحب اسمها مرحله الامان، دي هدف اي علاقه في الدنيا رقم واحد، اديني امان. فصاحبك اللي ما بيديلكش امان او اللي انت مش حاسس معاه باللقطه ديت، قيم العلاقه من اول وجديد، دي مش صاحبه. اللي تخافي ان يحصل موقف قدامها علشان ممكن هي تنقله بشكل مش كويس، دي لسه ما بقتش صاحبتي وغالبا مش هتبقى صاحبتي. صداقه بين ولد وبنت لا، في زماله وفي اخوه. الاخوه هدفها ايه؟ ولا حاجه، مش عاوز منها حاجة، بس مفيش اكستريم جوه الاخوة. بص يا انكل احنا اخوات وخارجين مع بعض رحلة، ونشكر الله جروب مع بعض، خمس ولاد وخمس بنات. ها؟ جروب ولا مش جروب؟ بس عشان ما تلومش علينا، خلي بالكم اللي عاوز يستمتع بفترة جامعة يعيش جوه الجروب، هتستمتع بكل الناس، هتلاقي البنت الطيبة والبنت اللي دمها خفيف والبنت الجدعة والبنت اللي مش جدعة، هتلاقي في علاقات مشبعة، علاقات مثمرة كده. لكن خدت انت واحدة منهم تمام وقررنا ان احنا ننفصل عن المجموعة، المجموعة هتسيبك على جنب. تمام؟ فانت اللي اتقطعت، وتكتشف ان بعد ما المرحلة دي تعدي ان انت ما استفدتش منها حاجة خالص، ما
ما استمتعتش بحاجة خالص، اكتر من 90% من العلاقات دي ما بتكملش. يبقى انا مش هلعب على 10% واقل من 10% ان يمكن ده يكمل او لا. انت مش داخل الجامعة دلوقتي عشان ترتبط. علاقة بهدف الارتباط يا حبيبي استمتع باللي انت بتعمله وخلصه، وبعد ما تقف على رجليك نتجوز، قدامنا لسه الجواز كتير، وبعد كده هتقلع اللي في رجلك وتدي نفسك بيه، ما تقلقش كل حاجة ليها وقت، تمام؟ بس ادوا لكل حاجة المسمى السليم بتاعها. الساعة كام دلوقتي؟ حلو قوي كده. حد عنده سؤال؟ اللي هيسأل سؤال ابونا هيديله 5 جنيه. مفيش حد، غالبا مش عاوزين يتقلوا على قوسك يعني. انا فرحان جدا ان كنت معاكم النهاردة، خدت بركتكم. يا ريت الكلام اللي قلناه النهاردة نفكر فيه شوية. لو انا واقع في علاقة او كنت ماشي في سكة غلط في اي حاجة من الكلام ده كله، لسه في وقت ان كل الكلام ده يتصلح. خلوا بالكم من الميديا. عندنا بنوتة جات من فترة، حد حلو جدا وثقت في حد واديته مساحة كبيرة قوي، لحد ما وصلت في الاخر ان هي بعتت له صور خاصة بيها. موضوع الصور دوت انتشر قوي لان المسافات بقت مفتوحة، الشات الطويل قوي بالساعات والكاميرا اللي موجودة في ايدينا والقعدات المقفولة ادت مساحة ان الشيطان يلعب في دماغنا يعني. المهم الولد ده بعد فترة استغل الصور ديت وقال لها لو ما اديتنيش فلوس انا هعرض الحاجات ديت على الميديا. طب حضرتك عاوز كام؟ انا عاوز 50,000 جنيه. تمام؟ واوعى تفتكروا ان الحل ان احنا نديله الفلوس. هنديها له النهاردة، بكرة ايه اللي هيحصل؟ تاني وتالت ورابع وخامس. البنت جت كلمت مع حد من الاباء، حد ده ليه علاقة كويسة. عندنا دلوقتي حاجة في الدولة، حاجة زي المباحث الخاصة بالميديا. جابوا الولد دوت هو واهله، مضى عليهم تعهد لو الصور ديت اتنشرت في اي مكان عن طريقك او عن طريق حد تاني انت اللي هتعرض للمساءلة. هو مجرد ان هو اتجاب خلص الكلام، تحول بدل ما هو كان المسيطر تحول لحد قد كده يعني. فاي حد واقع في المشكلة ديت ما تقلقوش، الموضوع ده ليه حل. انا غلطت وعملت حاجة زي كده، ماضي ويردم عليه ونبدأ من اول وجديد. ربنا بينسى كل الكلام ده ويقول لنا نبدأ من جديد. عشان كده بلاش صور عمال على بطال. احنا عندنا دلوقتي ابلكيشن يجيب لك صور ممسوحة بقالها شهر. الهاك اللي بيتعمل دلوقتي ان ممكن حد يخترق الموبايل بتاعك كل صورك تبقى عنده. طب ليه؟ مفيش حاجة اسمها قاعدة في البيت بأي لبس وبصور نفسي، بصور نفسي وابعت لصاحبتي، صاحبتي دي ليها اخوات وليها حد ممكن يخش على الجهاز بتاعها. ما تعرضوش نفسكم للكلام ده. الولاد، مش بنقول الكلام ده للبنات بس، اي كلمة انت بتقولها على ميديا دلوقتي حتى لو في شات دي ممكن تتمسك عليك بعد كده. ما تخليش الشيطان يلعب بيك. لا لا، خليك دايما حلو لنفسك. يعني في مبدأ حلو كده بنعلمه لاولادنا في البيت، انت وقاعد في البيت خليك نظيف، البس كويس، صرح شعرك، خلي ريحتك حلوة. انت حلو لنفسك مش حلو لحد تاني. فلما انت تتعود تكون حلو لنفسك لما تتعامل برا هتلاقي نفسك برضو حلو يعني. كلكم حلوين وكلكم زي الفل، ربنا يحافظ عليكم ويبارككم لإلهنا المجد دائما الأبد آمين. نشكر دكتور أشرف على أشرف عياد.